نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه نتكلم على تشكيل النادي الاهلي، وفي وجود اربع تغييرات النهارده، بدءا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى رجوعه مره ثانيه، بدر بانون، وعمرو السوليه هيبتدي النهارده على حساب ديانج، ومحمد شريف من بدايه المباراه، وطاهر محمد طاهر من بدايه المباراه. بس سريعا قبل ما اتكلم على التغييرات ديت، انا بس كنت بتكلم على النقطه اللي انت اتكلمت فيها مع كابتن شريف في الاول، اللي هي موضوع الفلوس. ما فيش شك ان الفلوس مهمه جدا في كره القدم، والعالم كله كده، والانديه الكبيره كلها في العالم هي الانديه الغنيه، هي اللي بتصرف، هي اللي بتكسب بطولات. بالنسبه لموضوع الانديه اللي بتبقى جديده زي بيراميدز قبل كده، انبي قبل كده، فتره المقاولين العرب قبل كده، بتروجيت، سموحه، بيراميدز الفتره الاخيره، ما فيش شك انه الناحيه الماديه دخلته بقى رقم ثلاثة في معادله الكره المصريه. يعني طبعا النادي الاهلي والزمالك دول في منطقه، لكن بيراميدز طريقه الصرف بتاعته خلته يتعدى انديه اخرى زي الاسماعيلي، زي المصري، اللي هم كانوا المنافس التقليدي او اللي في الثمانينات والتسعينات وكده، قريبين للاهلي والزمالك، هم كانوا اقرب ناس للاهلي والزمالك بشعبيتهم بتاع، لكن عنصر المال دلوقتي بقى مؤثر جدا. لكن مش المال فقط هو اللي بيعمل فريق ناجح. المال ده جزء وصلهم للمرحله دي، ان هم بقوا من الثالث بيخشوا دخلوا الكونفدراليه وبقى الثالث في المعادله في الكره المصريه. لكن في تاريخ كبير للانديه الاخرى بقى زي الاهلي والزمالك مثلا، في جماهيريه عريضه جدا بتدي لك روح قويه جدا في اللعب، غير نادي بيبقى ما عندوش جماهيريه برضو. الاصرار والروح واللعب على البطوله مش زي النادي اللي عنده جماهيريه وشعبيه وعنده سنوات كبيره من الخبره والتاريخ وتراكم الخبرات. ثانيا، الادارات في الانديه اللي هي زي الاهلي والزمالك او الانديه اللي هي اللي بتاخد بطولات على طول، الادارات تملي محفزه ان هي ترضي جماهيرها، انها تشتغل كويس قوي عشان تدمير تاخد بطولات، وازاي تدور الاموال فنقطه مهمه. يعني اذا المال عنصر مهم جدا جدا جدا، وهو اللي وصل بيراميدز زي ما وصل قبل كده، زي ما اتكلمنا على سموحه وانبي والكلام ده، في فترات كانوا هم اللي برضه اللي قريبين من الاهلي والزمالك، لكن مش هو العنصر الوحيد. بالنسبه بقى للتغييرات اللي حصلت، هي في تغييرات متوقعه. يعني علي لطفي طبعا ادى بشكل كويس المباراه اللي فاتت، خاصه الشوط الثاني، بقى له طبعا كتير فتره ما كانش بيلعب، لكن الشناوي هو الاساسي، فطبيعي انه يرجع لحراسه المرمى. بالنسبه لخط الدفاع هو بس باستثناء بدر بانون، كان لعب الماتش اللي فات، كان لعب ياسر جنب ايمن اشرف. احنا شفنا الفتره الاخيره في الماتشات اللي فاتت كلها بدر واشرف، كان بدر وايمن اشرف هما الاساسيين. مزبوط. يعني التشكيل الاساسي بتاع خط الدار هو مهاني، بدر، ايمن، علي معلول، وبيحصل تدوير احيانا او لو حد تعبان او كده زي ما كان بدر. كويس. فبرضو ده منطقي. حمدي فتحي وديانج كانوا بيلعبوا في منطقه وسط الملعب المدافع. عمرو السوليه كان بقاله فتره من كورونا، لعب 10 دقائق في مباراه ثم 10 دقائق، لكن هي بس النهارده طبعا اكيد مستر موسيماني هو اضرب الموضوع ده. ديانج في الاحتياط، ديانج كان من اميز لعيبه النادي الاهلي في الفترات الاخيره كلها، وكان شايل خط وسط الملعب كويس، لكن احيانا كان في بعض المباريات كان بيبتدي ديانج وعمرو السوليه قبل عمرو السوليه ما يجيله الكورونا. ساعات كانوا بيلعب حمدي فتحي وديانج، احيانا كان بيلعب حمدي والسوليه، بس دي يمكن مباراه واحده بس. عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه في النقطه دي. ديانج اعتقد اكتر اللاعبين ثباتا المستوى المباريات اللي فاتت. ايوه مظبوط، ما انا بقول لك عشان كده، انا بقول لك هي دي النقطه الحاجه الوحيده. يعني عوده الشناوي طبيعيه، عوده بدر بانون طبيعيه، لما نتكلم قدام كمان لما نيجي على الخط الامامي على موضوع شريف، لكن هي بس النهارده هي بتاع الجزئيه ديانج، ان عمرو السوليه كان غايب بقاله فتره، بس ممكن جدا هو يكون في ذهنه. طبعا مباراه النهارده هي الاساس، لانه قبل ما نتكلم في بطوله الانديه انديه العالم، لكن ممكن يكون برضو من اهدافه ان عمرو السوليه اساسي في الفرقه، فيديله جزء شويه من المباراه، وممكن يحتاج ديانج في تدعيم وتنشيط في الشوط الثاني، عشان او اذا حصل لا قدر الله حاجه
في اثناء الشوط الاولاني عشان يدي اضافه ثانيه، لانه الشوط الثاني هيبقى مؤثر قوي في المباراه دي. طب هل البدايه ديت من ضمن مثلا حلول موسيماني النهارده للتغلب على الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي الشوط الاول ماشي المقاولين؟ لا، في حاجات ما قلت لك اساسيه يعني الشناوي طبيعي، ما نقللش من علي لطفي، ولكن الطبيعي ان الشناوي هو الجون رقم واحد وهو اللي كان بيلعب كل الماتشات اساسي، ده طبيعي انه يرجع في ماتش زي بيراميد. بدر بانون نفس الشيء، هو بس انا قلت لك تغيير الديانج هي دي اللي بس انا بتكلم على التغييره دي. ما انا بقول لك هي دي. لا، هو ممكن يكون شايف انه يريحوا شويه، لعب كتير الفتره اللي فاتت، ممكن يحتاجوا، شايف انه عايز زي ضخ دماء تقدر تبقى ناس صلبه تدي في وسط الملعب، سواء في الناحيه الدفاعيه او حتى احيانا في الناحيه الهجوميه قوه ثانيه في الشوط الثاني، لان الشوط الثاني هيبقى مؤثر طبعا. الدكه ليها هيبقى ليها دور، الدكه هيبقى ليها دور مهم جدا طبعا. في قدام طاهر، محمد طاهر برده انا كنت متوقع انه هيلعب مكان شحات او كهربا، يعني كنت متوقع قفشه والشحات وطاهر، او وكهربا وطاهر، يعني كنت متوقع ان طاهر بعد الاداء اللي عمله بشكل كويس المباراه الاخيره وجاب جون جميل، ان وكمان عنده النواحي الدفاعيه كويسه، ممكن جدا النهارده يشتغل قدام معلول، لان هم عندهم برده الناحيه الثانيه احمد فتحي وايريك تراولي يبقوا في الجنب ده، برده الاثنين تقال. احمد فتحي طبعا حافظ معلول وطبعا لعيب دولي، ايضا ايريك تراولي مهم جدا ومن من اميز لعيبه عندهم، غالبا هم اللي هيبقوا في الجنب اليمين، فهيبقى برده عايز طاهر مع علي معلول، ان ممكن طاهر عنده القدرات الدفاعيه عن كهربا شويه. محمد شريف كان منطقي انه يرجع، لان احنا في فتره قلنا محمد شريف كان ماشي بشكل كويس قوي، ولما جه والتر بواليا كان طبيعي انه يخش. أيوة. طبيعي جدا انه واحد جاهز وجايب 3 اجوان مع الجونه ويخش، لكن ادى بشكل كويس، بس حتى الان التوفيق لسه ما حلفوش في التهديف، فشريف كان قاعد فتره. عوده شريف بجون جميل قوي الماتش اللي فات لما نزل الجون الثالث، اعتقد انه بيرجع له الثقه انه ممكن يبتدي. أيوة. تاني.